adesso? Adesso. بابا مين انت هتصيعي؟ ده مسجل وكان عليه 600 قضية اغتصاب جمال. بابا؟ ايوة بابا. واسألي بقى ماما مين بابا وكان بتروح فين ومع مين في الكهف اللي في اول الصحراوي. اسعي اختي لك تخوني ولا تشوفوه ولا نيل. انا هارش الفيلم من اول وبقى اللي هنعمل معاكو الصح. هاتي ده سكر حلوة الدنيا سكر شرارة سكر حلوة الدنيا سكر لا 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 ميلة خلي الدنيا جميلة جميلة. الله 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 والله الدنيا تبقى جميلة إن شاء الله. خلصت الزفت اللي بقالك ساعة بتلف فيها دي؟ مش عارف معقرة معايا ليه رسلة حلواني. إيه شكلك بتحب يا حلواني؟ شكلي بحب يا لهوي. ده أنا غرقان في الحب يا أشرف غرقان. طب ممكن سؤال؟ اسأل حبيبي. لو القردة بتاعتي مغلباني أعمل معاها إيه؟ الإيه؟ القردة مغلباني أعمل معاها إيه؟ قردة. قومي ياض من هنا وما تكلمش معانا في الرومانسيات. قردة إيه ونيجي إيه؟ والله أنا مش مصدق نفسي. حلواني حلواني هيتجوز. أيوة وتبقى عارف. زوج بقى وبكرش وتهمل بقى في شياكتك وفي تسريحة شعرك. ليه التشاؤم ده يا ابني؟ ليه؟ ما أنا أشوفكوا برضو مرة في الشهر بتاع. أنتوا صحابي وإخواتي وبعدين الاستقرار يا جماعة. ولا هعمل في شكلي ولا حاجه. شكلي ونيله ايه؟ وانا لينا شكل؟ ما احنا مبرطعين في الصحراء والرمل والناس حبانا وخلاص. انت طول عمرك شيك يا حلواني. الله يخليك الله يخليك يا اشرف. بس هيبقى في التزامات هتعمل فيها ايه؟ التزامات في ايه يا ابني؟ الاكل اي صيده بتيجي كلنا بناكل مع بعض. احنا كلنا 45 واحد. اللبس مراتي هتضرب الجلده وتمشي. يعني مفيش تكاليف. انا مبسوط. شجعوني. صح فرحك عندي حبيبي حبيبي. عقبالكم عقبالكم. بس هتسكنوا فين يا حلواني؟ يا عم هنترمي ورا اي جبل. انت شاغب نفسك ليه؟ انا سمعت ان في كهوف في حدائق الادغال حلوه قوي. لا غاليه موت وثلاث ارباعها نصابين. خليك في حالك انا هتصرف. وهتخلي بقى مراتك تشتغل يا حلواني؟ طبعا تشتغل. انا راجل متفتح. تنزل تصطاد معايا وانا طول النهار اجري لوحدي في الحر. هي تنزل تجيب ارنب خروف اي حاجه للبيت. ولما تشتغل يعني هتبقى راجل انت ازاي في بيتك يعني؟ لا دي حاجه ودي حاجه. راجل في بيتي دي قصه ثانيه. وانت عارف ان انا راجل. انا متفق على كل حاجه. هتمشي على اللي هقوله بالملي. مفيش هزار. مش تضرب لي جلده وتمشي بقى بكتف عريان في الصحراء وفي وسط الجمال والكلام الفاضي ده. هتمشي هي واهلها بالجزمه يعني. سوري يعني. لا 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 مفيش. الان قال ما يا ابوها يا حلواني. يا جدع ابوها مين؟ انت شايف الفيلم ده بيتدرب على قفاه وتافه. ما تقلقش. ايه ده ايه ده؟ هي دي حلواني؟ لا حلواني مش هي. لا مش هي. لا هي. هي في غيرها في القبيله. مش هي. اسمع كلامي. هي بنت خالتها افتكرتها. هم اصل العيله كلها شبه بعض. امشي يا بت امشي. روح قولي لها انا جاي بعد شويه. يلا امشي امشي. قوم فين؟ شكلها هي شكلها هي. طب ممكن اقعد مع اصحابي شويه؟ يلا قوم فين. انا مش قلت لك بطل القرف ده؟ حاضر حاضر. انت قاعد معاهم تاني؟
حاضر حاضر، ما هم اللي بيجوا يندعوا عليا وانا باجي من نفسي. وسع. حاضر. يلا حاضر. عادي يا جماعه، ما فيش حاجه، هي بتنشف فجاه، بس هي اما تعشروها هتحبوها والله. حاضر حاضر حاضر. ليه الزعيق قدام اصحابي؟ ليه انت مزود معايا في الكلام؟ مش مزود ولا حاجه، بس انا قاعد مع اصحابي شويه، ما فيهاش حاجه يعني، ممكن اقعد 5 دقايق. انت ازاي تطلع من غير ما تستاذن؟ كل ده هزار، كل ده هزار، خلي بالكم كل اللي بتقوله ده هتلاقوه في الاخر هزار. تعرف بس البنات يعني بيبقى دمهم تقيل في الخطوبه شويه، فاكره ان دم اخر. حلواني اتلم. هتلمي في ايه؟ طب ممكن اسبقيني وانا هحصلك. انا هحصلك. بتعادلي مع المناظر الزباله دول؟ لا دول مش زباله، دول اصحابي، لو سمحتي كده كتير او اتفضلي. بص على اشكالهم والزفت اللي بتشربوه، قد كل قرف. احنا ما بنشربش حاجه، واشكالهم هي نفس اشكالنا. لما تنسى حلواني دول صحابي. بس بقى كده كتير قوي. ايوه اصحابي ولازم تحترميهم. اتفضلي اتفضلي، شوفي شكل ابوك احسن. قشطه يا شباب، يلا قدامي. اوكي اتفضلي. عادي كل ده. اتحرك. حد شاف حاجه؟ جات كل قرف. مش قلت لك يلا تلمي لي عليا الحاله دي؟ وعرفنا سيدي الرجال، عرفنا عين الاعياد، عرفنا سيدي. ولا ايه ده؟ ولا هم روحوني. ايه الحلواني؟ هم روحوني البت دي، انا مش مطمن لها. وبعدين ابوها، ابوها شكله شام خبر، انا شايفه جاي هو ناس من بعيد. قوموا تعالوا معايا. ابوها الهايف عمل كل ده؟ ايوه الهايف. مش حذرتك من ابوها حلواني؟ يا سيدي حذرتني، طب اعمل ايه؟ قوموا امشوا معايا كده عزوه وارجعوا تاني. وحياه ابوك ادي الجواز اللي بناخده منه. هتقوموا معايا ولا مش هتقوموا؟ مع نفسك يا حلواني. حاضر حاضر. ماشي ماشي، على الله اشوفكم في الفرح. ماشي جاي. وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الأعياد، عرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الأعياد. عيني عليك يا حلواني. يا حالحب طحالب دي حلوة قوي. يا ناس يا هو، يا نهار اسود ونايل، حد يغتني؟ مين هيغتني؟ مين هيغتني اصلا اذا كانت الدنيا فيها 24 واحد وكلهم قرايبه؟ عاجبك؟ عاجبك اللي بيحصل ده من ابوك وامك؟ اسكو سا في سي مي بارون. بارون؟ وي. ماشي، خليك انت دايما في صف اهلك، خليك هينفع. ايه ده؟ بيشمني ليه؟ انا اسف كلب ولا ايه؟ حبيبي دول بيحيوك. دمك كمان بتشمني؟ دي التحيه عندكم في الاسره؟ حييهم. لازم ارد التحيه صح؟ لازم. طبعا ده حمايه، حبيبي حمايه. استغفر الله العظيم يا تعالي. ريحة اهلك وحشة قوي، سوري انا اسف، بس فعلا فعلا قذارة. ايه ده؟ جاري طول النهار بشوفهم انا رمحة في الصحراء والتراب، ولا دوتش ولا زفت. خلصني بقى عشان هرجع في الجوازة دي. فكني فكني، انا عملت ايه؟ عملت حاجة غلط؟ انا عملت حاجة غلط في بنتك؟ انا جيت دقيت الكوخ ودخلت وقلت عايز الحلال، جوزاني. ايه يا حيواني؟ انت عايز تقعد مع بنتي في الدارة واسيبك؟ تقعد مع بنتك في الدارة؟ انا بقعد مع بنتك في الدار. بس دي بني ادمه زي زيها، في ناس تانية بتقعد مع جمال. ها مش عايز انا سياح لك. ها الولية دي خيلاني وقلقان، هي بتيجي كده كتير ماما مالها؟ سمى ماما ايه لكم سا لكم سا؟ طب ماشي انا بفهم، بس يا وليه اثباتي بقى، الله يخرب بيتك. ابوس ايدك انا يعني. بص اقر يا حمايه طلباتك، وانت هتقدر على مهرها بدايه ابن البدايه. بدايه ابن البدايه يعني انت فضائي ابن فضائي من تبدائي. بل انا عايز اقول لك على حاجه، المارينا الابلكاش دي ما تحطهاش على كتفي ابدا لو تكرمت. انت ده بالنسبه لك دراع، ده موضوعك انت. كلمني ببقك ده، حتى بق كلمني كده، ما تلمسنيش. بس اصرف المكسر، وريني بقى شخل جيبك هتعمل ايه. ايوه ادفع واشخل وعندي مهر 100 100. الوليه دي خيلاني قوي. ما كلم امك، ما كلم امك. مامي بس. مامي بس ده اللي قدرت عليه؟ يا عم خلص، ما تقعدي بقى، اقعدي بقى، دوختيني بقى. ده ايه ده؟ انت عايز ايه؟ مهر ايه ونيله ايه؟ بقول لك عندي جمال، عندي جمال وانا هرشك. ها ايوه تحب انت تركب جمال. انا عارف انا عارف. عايز ايه؟ عايز ايه اكتر من المفاجاه اللي انا هقولها لك؟ يا عمي انا ان شاء الله هبني لها بوابه بشتغل فيها من اول ما اتولدت، يعني مش كتير يعني. ما كانش في حد على الارض، جمعت كل جنوز الارض من جواهر وعملتها في البوابه دي. هقدمها لها يا ولية. اقعدي بقى اقعدي بقى. هقدمها لها هديه، ايه رايك؟ بوابة يا حلواني. ليه يا عم في ايه ده؟ انا ودني ايه وانا واقف جنبك؟ في ايه؟ احنا جد نجري ورا بعض. ما تتكلم عادي يا عم، عايز مني ايه؟ ايه اللي في الكلام؟ ايه اللي في الكلام؟ لما تقدم لها عريس وكان بنينا سنباوت
هتبنيلها انت ايه يا حلواني؟ هيبني لك كمباوند ولا كمباوند ولا نيله؟ بقول لك ايه، بص هبني لها كمباوند. ورحمه امي انت لو ما ثبتتي لا ادفنك في هنا، هدفنك قدام الحيوان اللي انت متجوزاه ده، مش هيهمني حد. قول لها تثبت يا حاج بقى لو تكرمت، ده كده كتير. هنبني لها زفت كمباوند. في اي طلبات تانية؟ الموقع. موقع بتاع ايه؟ بتاع كمباوند. موقع ايه ولسه في دنيا؟ ما كل اللي قدامك ده موقع، هتفرق ايه الارض دي من الارض؟ انت اهبل؟ بص في الصحراء ونقي وانا هبني لك. تأمر بحاجه تاني؟ ايش يا عسل، ظبط نفسك وكلمني يا حلواني. ابوك عسل، ابوك شربات على فكره، ويبان ضخم ومرعب بس هو تافه جدا جدا جدا. ايش حماد؟ انا ماشي طبعا صحراوي. يلا غوري في داهيه، غوري في داهيه. ميرسي بابا. امسك الكليه دي ولا ارميها في اي وادي. بصي صاحب امك ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خلصيني بقى، خلصيني. اخيرا اخيرا هنتلم في كهف واحد. اخيرا اوعدك، اوعدك مش هبني لك كومباوند. بصي طول ما انت ماشيه كل اللي انت شايفاه ده هيتبني وهيبقى بتاعك. يعني هقول ايه، انا ماشي بس مش وداع، مش وداع. واحييك بتحيه ابوك وامك. انا عرفت ان انت بنتهم. انا عرفت، انا عرفت. طب هما ناس كبار وكبروا في الصحراء وتهطلوا عادي، ينسوا واستحموا، لكن انت لسه صغيره وعروسه. يعني المفروض ده ما ينفعش، ما ينفعش. استحمي في ورا الجبل دوت، في وادي روحي ترمي فيه، روحي. واضح لازم افكر في الجوازه دي. سوري، باي باي، وهتصرف بعدين. باي باي، ده انا هرجع في العيله دي. ايه القرف ده؟ النهارده يا حبيبتي هيكتمل حبنا وتكتمل فرحتنا بافتتاح البوابه العظيمه اللي انا عملتها لك. هتنبسطي وابوك هينبسط ان شاء الله. اهو شرف اهو. نقول لي امك جت معاه برضه. اهلا وسهلا. ابوكي ماشي ورا جنازه ولا ايه؟ اهلا يا حماية. اهلا. مين الجماعة؟ اهلي واهل العروس. دول اهلك؟ اه حبيبي اهلي. مالك متنيك قوي كده؟ ايه المستوى ده؟ اهلا وسهلا، شرفتونا، تشرفنا، فرصة سعيدة. اهلا وسهلا. حييهم. ما انا حييتهم. اهلا وسهلا. لا شمه. شم مين؟ استنى يا اخ، استنى يا اخ، لو شم مين؟ ده خالي. لا لا لا، موضوع الشم ده كفاية ابوك وامك. بص يا عم، طول ما انا متجوز بنتك الطقس ده انا مش هعمله، مش هشم حد. عشان خاطر. تعالى. خرب بيت ريحة خالك على عم. ايه التقليد النيل ده؟ ومين العبيط ده كمان؟ عمي. اهلا وسهلا، مش هشم الراجل ده. هو هيشم. خلاص 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 يا عم. ايه ده ايه ده؟ لا في حاجة غريبة في العيلة دي. يعني الشم بالنسبة لهم حاجة مهمة. ايه التحية الغريبة دي؟ تراديشن عندنا. تراديشن عندنا. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. خير؟ جايين الفرادي وعلى الكمباوند. على ايه؟ على الكمباوند. ابوك لسه مركز في الكمباوند. كمباوند. اه، اوعي تفتكر ان انا نسيكي. ايوه اهمدي عشان هدكك في الارض هنا. انا صحيلك، انت مقصره فيا جدا. بقولك ايه، تعال اقول لك. كومباوند ايه؟ انت قبل ما بتدخل كومباوند بتدخل منين؟ بوابه. خلاص انا ابتديت بالبوابه، والكومباوند ده بعد كده بقى ابني انا وخطيبتي طوبه طوبه وزلطه زلطه الموضوع ده، لكن مش بسرعه كده. ولا ايه راي حضرتك؟ سيل تبلي بابا، سيل تبلي ديوي. مبروك. الله يخليك. بس انا عايز اقول لك حاجه كمان، نصيحه، ان انا بقيت زي ابنك دلوقتي. انسى موضوع الفرح ده خالص. اسمع كلامي، تكلفه على الف... شايفك شايفك شايفك. ارجعي، انت بتستنيني اندمج وبتستعلبي زي السحليه كده. اقف في مكانك، امسك الولاد دي. مصاريف بالاونطه، مش هنقعد احنا نكلف ييجوا الصيع على الحراميه دول ياكلوا. دول عايزين 40 بقره. اسمع كلامي، انا ما بحبش الفصال، بلاها الجوازه دي. لا يا بنت، استنى استنى بس، استنى يا عم. بلا ايه ده، ابوك بيقفش ليه كده يا عم؟ اهدى، خلاص هنعمل زفت فرح. مبروك. هو ابوك بيعمل كده ليه؟ ايه الحركه دي؟ احنا اتجوزنا. تكلم بجد؟ اه. هو كده يعني اتجوزنا؟ انت عندكم كده اتجوزنا؟ كده اتجوزنا. تكلم بجد؟ مع اني عايش معاكم في نفس الجبل واول مره اعرف الموضوع ده. طرقعه واحده جواز؟ ولو حبيت اطلقها ثلاث طرقعات صح؟ ايوه صح كده. حلو ده، خلي بالك اي حاجه هتخنقيني هطرقع لك على طول. ايوه. مبروك يا اهلي، مبروك يا حماية، الف الف مبروك حبيبي. شايفك شايفك شايفك، ارجعي مكانك. بقول لك ايه، بالمناسبه الحلوه دي بقى، تعالى نفتتح الشريط بتاع البوابه. ها، نفتتح الشريط. هات السكينه وانت واقفه مكانك، عارفه لو خطيتي خطوه ارطم لك رجليك. هاتي ده، انت روش. سيبي اولاد، الاولاد انا خايف منها والله العظيم. امك شكلها في الاخر هتطلع مش حقيقيه وهتفاجئنا وهتطير. اسمعي كلامي. لا مش مننا. بص الناس كلها حاجه، بص هي غريبة، ربنا يستر. دي ما تدخلش البيت على جثتي.
ممكن نفتح البوابة؟ نفتح البوابة. مبروك يا مدام، مبروك 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 يا جماعة. مبروك مبروك مبروك. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. يلا مبروك يا ألف مبروك. أهلك يا عرو يا عرو، مش بهزر، سوري يعني. ما إيه ده؟ لا they are very nice. نايس إيه؟ مليت إيه؟ كله رفيع مش لاقي ياكل وهدوم مقطعة. بقول لك يا حماية تعالى عاوزك، تعالى عاوزك. أيوة حلواني. تعالى ثانية بس، الناس دي رايحة فين؟ رايحين يخشوا جوه البوابة يهببوا. إيه؟ يتفرجوا على إيه جوه؟ مفيش حاجة. يتفرجوا على إيه؟ فأنت أنت بعتهم كده؟ أي هبل في الصحراء وخلاص، في جوه تعابين خلي بالك. ما إحنا بناخدها. طب ألف هنا. بقول لك إيه؟ انت عشان طلعت وجدع معايا ووافقت على كل طلباتي، انا هعمل لبنتك احلى فرح. ايه رايك؟ مبروك يا حلواني مبروك. ما تحطيش ايدك عليا، مش ايد دي. الف مبروك الف مبروك. مع السلامه. مع الف سلامه. روح شمهم شمهم بعض لحد ما اجيلك. انا هاخد بنتك كده في الصحراء انا وعروستي. معاك الله. اصحى ولا 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 ولا. كل هدو فوق، كل هدو فوق، كل هدو فوق. وفين السفر رجاله؟ ومش هنقول اسامينا عشان احنا عدينا في فرح حبيبي واخويا الحلواني. جينا وهنينا. كله ايده فوق، كله ايده فوق. اللي يحب حلواني يقول ايه، يحب حلواني يقول ايه. حلواني يعني الرجوله، حلواني يعني ابن النين، حلواني بنحيي هنا كل جبر في المنطقه. وكهف كهف، وطول ما العجله شغاله الكهف بيجيب رجاله. وبنحيي عروستنا الجميله، فتاه الوادي، فتاه الجبال، فتاه الليل، صاعده الثعابين، منار الجيار. وكل اللي يحب حلواني يقول ايه. اصحى مبروك يا حلواني. الله يبارك. مبروك يا عروستنا. الله يبارك. قاعد الوليه اللي وراك دي، قاعد مراتك، قاعدها. انا دلوقتي اعرفك على عيلتي. لما انا شفت عيلتي كنت ما شفتيش عيلتي. ناس طيبين قوي قوي قوي، غير اهلك خالص. دول اتنين ولاد خالتي، اول اتنين اتولدوا توأم راكبين فوق بعض، لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا. هما الاتنين طول الوقت يا عيني يرتاحوا تحت الشجره، يلعبوا في تقوم بعض كده يعني. باي 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 باي. انبسط انبسط انبسط. العروسه وما بيتكلموش ولا حاجه، هما راكبين على بعض كده وبيلفوا الصحراء ليل ونهار يعني. طيبين قوي طيبين قوي. اهلا وسهلا، شرفتنا شرفتنا. هو مين ده؟ ده ما اعرفش، بس يعني ابويا اما اتقتل بالحرب الاخيره ديت وهو بيموت قال لي خلي بالك من عمك، فيعني نورت. بس راجل طيب. ها ايوه ها ها. نورت يا عم. نورت. ده مين شو بقى؟ التافه بتاع العيله. قمر قمر وقعدته جميله. والعلم بزنس مان كده. معاه توكيل عظم. بصي بصي الانواع. بصي اوعى تكون جايبه لنا هديه بسيطة كده. لا ده كتير قوي كتير. ليه طلب تاني؟ أؤمر يا باشا. واحد صاحبي هينحتك كده سوا مع بعض. يلا حبيبي. هو هيطول شوية. ميرسي. حبيبي حبيبي. عايزك تقول لي على الفرح. عقبالك وعقبالك. وجو. تعالى ما تتكسفش. تعالى ما تتكسفش. ده ابن عمتي. مخلوق بيضحك على طول. فظيع. بصي بصي لو سكتنا احنا بصي هو يعمل ايه؟ حاجة ظاهرة في الجبل، ظاهرة ظاهرة. وبرده مش تافه. تاجر جلود من لو. بص بص جايب لك ايه؟ هديه بسيطه. تعبت نفسك يا اخي. متشكرين. عقبال ليلتك. حبيب حبيب. مبتسم على طول. جميل. انت شايفه عيلتي؟ فين البوفيه؟ وفين اللحمه؟ شايف الفرق بين عيلتي وعيلتك؟ شايفه ابن المفجوع ابوكي ده؟ اتفضل خد الخروف ده لوحده. يلا ازقز فيه واحنا هنجيب للناس. ابوكي بصراحه يعر. بابا ايه؟ يعر بصراحه. اصحابي هيعرفوا يغني، هيدلعوا لك الفرح. ما تخافش. بتغني انت يا حبيبي؟ تبقى حلوه قوي. تكلمي بجد؟ اه والله. والله لا غني. عايزه حاجه تاني؟ يلا غني. حبيبي حلواني، حبيبي حلواني. فاكرين ان الجو بتاعنا؟ الاغنيه اللي كنا بنقولها واحنا في واحنا رايحين الكبرتان بتاعت الاتوبيس دي. ايوه فاكرينها؟ يلا واحد اثنين ثلاثه. بداي 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 بداي. أموت أعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش، أموت وأعيش ما يهمنيش، أموت أعيش.
حياتي جت على بوابة والأرض فاضية وميت سابة الدنيا كانت تتيتم بدري ونوال واليما أهيابا لو كانت جت على بوابة والأرض فاضية وميت سابة الدنيا كانت تتيتم بدري ونوال واليما أهيابا سمعني زغروطة تحية عساوين يا كومباوند الحلواني يا كومباوند بحبها يا هو ريحة حلوة بزيادة خيرها فايد ولا ده بس عيالي ولاد الهرمة ما صنوش النعمة يا سادة ريحة حلوة بزيادة خيرها فايد ولا ده بس عيالي ولاد الهرمة ما صنوش النعمة يا سادة والأخ منفسن على خوه